احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا ببساطه عايزين نعمل حاجه اسمها كيميكال سيديمنتيشن، لان احنا اكتشفنا ان الترصيب الكيميائي لان احنا اكتشفنا ان الترصيب الطبيعي غير فعال، لان انا هعتمد فيه على قوه الجاذبيه الارضيه او على وزن الحبيبه، يعني ان هي تسقط او يحصل لها ترصيب في قاع الخزان، وان الكلام ده هيبقى غير فعال لان بيحتاج ازمنه كبيره جدا، والقانون اللي بينطبق عليه قانون ستوك اللي كان بيحسب سرعه الترصيب. الكلام ده احنا ادينا المره اللي فاتت، حد عنده مشكله فيها يا شباب؟ دخلنا في حاجه اسمها الكيميكال سيديمنتيشن اللي هو بيتم في ثلاث مراحل. ها، اول مرحله اللي احنا اديناها المره اللي فاتت اللي هي مرحله الكواجوليشن او اضافه المروبات. الناس اكتشفت ان المواد اللي موجوده في قلب الميه اللي هي الطين والطمي والمواد العالقه ذات شحنات سالبه، فانا لو ضفت للكلام ده ماده مروبه زي الشبه ذات ايونات موجبه او ذات شحنه موجبه، هيحصل ما بينهم تجاذب كهربي. لو انا قلبت، لو انا حركتهم وحركت وقلبت الدنيا اللي جوه الميه دي كلها ببعضها، هيحصل تجاذب كهربي، وده ينتج عنه ان هيتكون جزيئات كبيره او ماده جديده سميناها ندف او فلكس. لو حتى نفتكر مع بعض، ميزتها ان هي تقيله وتقدر تترسب في زمن سريع او في وقت اسرع في خزانات الترصيب. في ساعتين ثلاثة اقدر اكون مرصب 90% من المواد اللي في قلب الميه، سواء اللي انا ضفتها او اللي كانت في قلب الميه اصلا، وبكده انا حققت يعني انجاز ده في ساعتين ثلاثة. انما زمان في الترصيب الطبيعي احنا كنا ممكن نقعد 10 ساعات و12 ساعه ويوم كامل عشان ارصب 50% من المواد اصلا اللي موجوده جوه الميه، وما بيترصبوش كمان. ها معايا يا شباب؟ فالمره اللي فاتت عملنا الكلام ده في خزان تقليب اسمه خزان التقليب السريع. ليه؟ لان انا بعد ما كبيت الشبه جوه الميه انا عايز الشبه ما تسقطش وترقد في قاع الخزان، لا انا عايزها تنتشر في قلب الميه، عشان لما تلاقي اي ماده او اي شحنه او اي ماده عالقه ذات شحنه سالبه تبدا تمسكها ويحصل تجاذب كهربي معاها. فعشان كده عملنا مرحله الكواجوليشن اللي هي السكشن اللي فات، اللي هي كانت خدت حوالي 60 ثانيه او حوالي دقيقه، واللي فيها تم التقليب السريع. ها، وصممنا خزانين اتنين، خزان الشبه وخزان التقليب السريع نفسه. حد عنده مشكله؟ احنا فكرنا بعض اهو في دقيقتين ايه اللي حصل السكشن اللي فات. اللي انا عايز اعمله هنا بقى المرحله رقم 2 جوه الترصيب الكيميائي، الخطوه رقم 2 جوه الترصيب الكيميائي اللي هي بعنوان الشيت اللي هي اسمها فلاكيوليشن، اللي هو الاسم اللي قدام ده الفلاكيوليشن. معايا كده يا شباب؟ اللي هي مرحله تكوين الندف، دي المرحله رقم 2، المرحله اللي هتتكون فيها الندف، ودي اللي هتتم في خزان اسمه السلو ميكسنج تانك او خزان التقليب البطيء. ها معايا كده يا باشمهندسين؟ خزان التقليب البطيء ده كل غرضه ان يعمل تقليب بطيء عشان يعمل استمرار للتجاذب ما بين الماده اللي ليها شحنه سالبه اللي هي موجوده في قلب الميه والماده اللي انا ضفتها اللي ليها شحنه موجبه. طب ليه يا باشمهندس ما زودتش التقليب السريع وخلاص؟ ما هو كده كده تقليب وخلاص. لا، هو الخوف من التقليب السريع ان لو استمرت فيه ان الندف اللي تتكون والجزيئات الكبيره اللي تتكون اللي هي الحلوه اللي انا عايزها عشان تترسب بسرعه، لو انا استمريت في التقليب السريع هتخبط في قلب بعضها وهتتكسر، وبالتالي هيرجع وزنها يبقى صغير وترجع تاني مشكله الزمن الكبير هتظهر عندي تاني. حد عنده مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ الناس معايا ولا الناس فين يا شباب؟ معاك هندسه. معاك هندسه. طب كلام جميل. هنا لو احنا جينا نشوف الاسئله اللي بالنظري، بيجي يسالني يقول لي رايت شورت نوت اون، اتكلم في نقط كده عن الفورميشن اوف فلكس او تكوين الندف. والله يا باشمهندس من غير اللي انت كاتبه ده، لو انا مكانك كان ترد عليا تقول لي كده، والله يا باشمهندس من غير الهاري اللي انت كاتبه ده كله ممكن اجاوب من دماغي واجاوب صح. ازاي يعني؟ والله يا باشمهندس هو عايزنا نتكلم عن تكون الندف. انا هحكي له القصه من الاول بسرعه، انه والله عندي الماده العالقه اللي موجوده في قلب الميه اللي هي حبيبات الطين والطمي دي شحنتها سالبه، فانا لما هضيف ليها شحنه موجبه ماده ذات شحنه موجبه زي الشبه مثلا واعمل تقليب سريع في مرحله الكواجوليشن واخلصها، ساعتها هيحصل تجاذب كهربي ما بين الاثنين، هينتج عنه جزيئات كبيره اسمها فلكس نتيجه التجاذب الكهربي ده بقى، وهي جزيئات بالمناسبه جزيئات متعادله يعني متعادله كهربيا. وترسم الرسمه اللي موجوده على الجنب دي على الشمال. ها معلش يا شباب ادوني ثانية واحدة، لحظة واحدة كده، ثانية واحدة.
تكنو كبير. فاكر الجزء ده لما الدكتور كان شرحه في الكلية كان قال في حاجة اسمها زيتا بوتنشال الرجولة ربط لفوق الناس معايا ماشي يا باشمهندس حضرتك يا باشمهندس حد كان بيسأل سؤال حد كان عنده سؤال يا باشمهندس هو في الحتة بتاعت ان الفلكس متعادل ايونيا كان الدكتور بيقول ان بيحصل عليه فرق جهد السؤال بتاعكم مش واضح بالنسبة لي هل انا عندي مشكلة ولا لو حد بس يقول ان هو سامعني هسامعينك يا باشمهندس انا احنا سامعينك وسامعينك يا باشمهندس بس مش عارف حضرتك مش سامعه ازاي شباب مع حضرتك يا باشمهندس سامعين حضرتك كويس يا باشمهندس طب انا مش سامعكم خالص طب انا هقفل وهرجع اعمل جوين تاني معلش هقفل الميتنج وهرجع اعمل جوين تاني مش مشكله بالنسبه لك يا شباب انا مش فاكر الصراحه ازاي بتنشد دي خالص وهتكلم في الحته دي بسرعه اساسا شباب انا معاكم الناس سامعيني معاك يا ايه اللي انا قلته بسرعه لا لا هو بس الجزئيه بتاعت التصاق الشابه بالماده العكره يعني ويكون ايون متعادل كان الدكتور قال في حاجه اسمها زيتا بوتنشال بتتكون على السطح اه انا ما كنتش فاهم بس النقطه دي من الدكتور طب هرجع ليها حاضر يا شباب في النظر وارد عليكم المره الجايه خلاص تمام هو يقصد يعني هو ببساطه انا عشان اجيب اللي قاله لك بالنص عشان لو هو طول فيه لو الدكتور مثلا زود فيه قصدي اقول لك نفس اللي قاله عشان لو هو بقى يعني قال حاجه بسيطه ما زودش عليك هي الفكره في هي ببساطه ببساطه هو بيتكلم ان بيتكون فرق في الشحنه اختلاف في الشحنة هيحصل فرق جهد هيحصل تجاذب كهربي ده اللي انا عايز اشوفه منك تكتبه لي في الامتحان الزيتا بوتنشال هنا المقصود بيها كده يعني الزيتا بوتنشال دي فرق الجهد ما بين الجزء الثابت فرق الجهد ما بين تجاذب كهربي تجاذب كهربي لحظة يا باشمهندس هما مش متعادلين مين اللي متعادلين جزئيات الفلكس خلاص او لا الفلكس متعادلة هو الباشمهندس بيقول باشمهندس الزيتا بوتنشال او فرق الجهد اللي بيحصل او التجاذب الكهربي اللي بيحصل ما بين الماده اللي انا ضفتها الماده المروبه والماده العالقه انما بعد كده بيتكون عندي جزء متعادل بقى بعد جزء متعادل كهربي بطيء يتكون الفلكس لكن مش عن طريق التجاذب الكهربي ايه تاني كده هندسه معلش الفلكس بيتكون من عن طريق التجاذب عشان دي كتله ودي كتله بس مش تجاذب كهربي لانهم متعادلين لا تاني كده تاني عشان انا مش انا بتكلم على الفلكس نفسه بيتكون مش تجاذب الفلكس يتكون من تجاذب كهربي بيتكون من تجاذب عادي لان دي كتله ودي كتله وفي تحريك بطيء ايوه بالظبط بالظبط تمام جدا نكمل يا شباب ولا حد لسه عنده سؤال معلش يا باشمهندس انا عارف ان هي جزئيه مش واضحه ليا بس هو الدكتور قال ان هو الجزئيه ده سالب بيجذب عليه شحنات موجبه اللي هي الشحنات الموجبه دي اللي هي الشابه بقى شحنات موجبه تجذب شحنات سالبه والشحنات السالبه تجذب موجبه والموجبه تكسب سالبه وهكذا لحد ما يحصل معايا الفلكس فيبقى كده تكوين الفلكس من تجاذب كهربي مش من خبط الكتله في كتله ما ده اللي انا بقوله تجاذب كهربي هو زميلك بس بيقول استمرار عمليه التقليب البطيء بصوا يا شباب استمرار عمليه التقليب البطيء عشان تقربهم هي غرضها استمرار التجاذب بالراحه استمرار عمليه التقليب البطيء استمرار للتجاذب الكهربي يعني بتساوي استمرار التجاذب الكهربي ما بين اي حاجه لسه سالبه متسابه مع اي حاجه موجبه لسه متسابه طب الماده بقى الميه بقى فيها فلكس عمليه التقليب البطيء برضو غرضها ان الفلكس دي جزيئات لزجه او نتيجه التقليب البطيء اللي انا ممكن اعمله ممكن يحصل اتحاد ما بين الفلكس وبعضها باللزوجه اللي موجوده في قلب السائل نفسه او بالزيتا بوتنشال اللي هي حتى لو هي يعني انت فاهم قصدي حتى لو هي جزيئات متعادله بس اللزوجه نفسها بتاعت الفلكس بتخلي ان ممكن يحصل اتحاد او اندماج ما بين الحبيبات الفلكس البسيطه ايوه تمام كده يا باشمهندس واضحه كده يا شباب تمام كده يا باشمهندس طيب يا شباب نكمل بقى انا هنا طب حاضر ثانيه واحده ماشي ثانيه واحده كده معلش انا هايد اللاب بس
الصوت يا مروان. معلش شباب بس انا بفتح من على اللاب علشان هاخد الغياب بس ثواني. هو سيكشن النهارده طويل هندسه ولا ايه؟ لا مش طويل، احنا هنحتاج ندي سيكشن اضافي. انت وراك حاجه؟ لا ما اقصدش اصل حضرتك يعني حاسس ان في وقت قاعد يضيع يعني، ده اللي اقصده. والله هندسه انا اول ما دخلت لكم 2 ونص و5 قلت لكم انا لسه مخلص، انتوا قلتوا لي احنا لسه طالعين من كويز فعايزين 10 دقايق، قلت لكم نصلي العصر، جيت دخلت 3 ل 5 واستأذنتكم ان انا افتح الباب وجيت تاني، فده الوقت اللي ضاع. ده الوقت اللي ضاع، مش حاجه. اه مش قصدي، مش انا قصدي بس الملف طويل 24 صفحه مليانين كده. لا 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 لا, لا شوف بقى انت لو قلت لي ان هو الملف طويل، لا بص الملف مش هنقوله كله طبعا. احنا انا هضيع السكشن بتاع النهارده في الشرح. بص يا باشمهندس انا يعني خلينا نتفق ان سكشن النهارده او المساله بتاعه السلو ميكسنج اهم مساله عندك في المنهج كله. بصوا شباب المنهج كله مساله سيستماتيك من اول الانتيك لحد الاستورج لحد التخزين، يعني استنبه هي مشكلتك الوحيده اللي بتقابلك الوقت، ما بتلحقش تخلص. فانت لو بتحل بتجرب تمشي ايدك في الامتحان لاول مره، لا صدقني انت هتعاني في مشكله الوقت. انما كافكار المساله الوحيده في المنهج كله اللي لو الدكتور حب يجيب فكره ما تتحلش او فكره تحتاج ان الطالب يفكر او يعني يشغل دماغه يعني قصدي في المساله، هي المساله دي. فعشان كده هنضيع النهارده سيكشن في الشرح وهناخد سيكشن اضافي مع سيكشن واحد. تمام كده يا شباب الاسبوع ده يعني يا اتنين يا تلاته يا اربعه هحدده برضه مع محمد كده ويكون ميعاد مناسب بالنسبه لكم وعشان ما يكونش عندكم حاجه فيه وناخد سيكشن نبدا نحل امثله محلوله او يعني نحل حاجه حاجات على الدرس بتاع النهارده. معايا كده يا شباب؟ تمام قوي كده يا باشمهندس تسلم. ماشي يا شباب تعالى نبتدي بقى. بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي قول الفرق ما بين الميكانيكال والهيدروليك فلاكوليشن. خلينا بس في الاول خليني في الاول كده نتفق اتفاق ثانية واحدة انا بس بجري صفحات. خلينا نتفق اتفاق ثواني كده يا شباب. بس يلا يا ابني خش جوه يا ابني. معلش يا شباب انا ياسي بس معلش. طيب خلينا بس نتفق كده على المسميات عشان موضوع المسائل والالفاظ اللي بتتقال في المساله. خلينا نقول ان كلمه سلو ميكسنج تانك هي لما يجي يقول لك صمم فلاكيوليشن تانك، هي لما يجي يقول لك صمم جنتل ميكسنج تانك او فلاكيوليتور. الاربع مسميات دول كل المقصود بيهم خزان التقليب البطيء، ده رقم واحد. رقم اتنين
كلمة بدال، كلمة خزان، ممكن الدكتور يعبر عنها في المسألة بثلاث كلمات، بيزن أو يونت أو تانك. أنا بتكلم الكلام ده عشان لو الدكتور جه لعب بالألفاظ تبقى فاهم إن برضو الموضوع محدود، يعني مش هيجيب لك أكتر من اللي أنا بقوله لك ده. كلمة خزان بيعبر عنها ثلاث كلمات، بيزن أو يونت أو تانك. طيب ثالث كلمة أو ثالث حاجة أنا عايز أقولها لك، البدالات اللي في قلب الخزان. المرة اللي فاتت في الرابيد ميكس ادينا بدال صح كده، اللي عمل التقليب السريع اللي كان متصل بالموتور وحسبنا له الباور حتى بالاماره. هنا برضو عندي بدالات بس هيبقى اكتر من بدال. البدال ده نفسه بيبقى اسمه بدال او بليت او ميكسر، مفهوم؟ رابع حاجه عايز اقولها، المساله بتاعت السلو ميكسنج بالذات هتيجي مرسومه، يعني عمر ما الدكتور هيجيبها لك مش مرسومه. عندك مسائل المنهج كله ممكن الدكتور ما يجيبلكش اي رسم معايا كده، انما المساله دي هتيجي مرسومه. ومعنى ان تيجي مرسومه لازم اركز في كذا حاجه. اول حاجه البدالات وشكلها، يعني زي المثال اللي انا رسمه لك ده، زي المثال اللي تحت في الصفحه ده، البدالات وشكلها وعددها. ثاني حاجه الخزان وابعاده، لانه وارد جدا لو الدكتور اداني المساله مرسومه يحط لي الابعاد على الرسم وما يجيبليش عنها سيره في المساله نفسها. ابص الاقي مديني الدبس او مديني الطول، مديني العرض، او مديني ابعاد البدلات دي على الرسم، او المسافات اللي ما بين البدلات اللي هي مسافه الخلوص اللي ما بين البدلات وبعضها، او ما بين البدلات والخزان نفسه. معايا كده يا شباب؟ يبقى انا لازم اركز ان مساله السلو ميكسنج، الاسم بتاع السلو ميكسنج زي ما احنا قلنا كده اربع حاجات، يا فلاكيوليتور يا فلاكيوليشن تانك يا جنتل ميكسنج تانك. كلمه خزان نفسه ليها مسميات، كلمه بدال ليها مسميات، كمان المساله بتيجي مرسومه واركز في الرسم. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، انا هنا شباب في المرحله اللي احنا واقفين فيها دي، افتكر كده ان انا بعمل بكون الندف علشان ابدا اروح لخزان السيدمنتيشن السكشن اللي بعد الجاي، يعني وابدا خلاص اتخلص من المواد العالقه اللي موجوده في المي، وبالتالي ابقى انا كده عملت 90% من عمليه المعالجه. معايا كده؟ ليه مش 100%؟ لان هيتبقى بعض الشوائب اللي موجوده في قلب المية، بعض الاتربه اللي ممكن تنزل، انت عندك اصلا الخزانات دي مكشوفه، ممكن في طير يقع، حاجه تسقط في الميه. فبرضه هي مش 100% كده انا عملت عمليه المعالجه، لا انا اتعملت كده عملت عمليه المعالجه بنسبه او اتخلصت بنسبه 90% من الحاجات اللي في قلب الميه. ماشي يا شباب، المساله بتيجي مرسومه زي ما احنا قلنا، لازم في الرسمه نحدد عدد الجهات. بص معايا كده يا باشمهندس، بص معايا كده يا شباب، دلوقتي الخزان اللي هيبدا الراجل يدهوني في المساله هيبقى عباره عن الشكل اللي قدامنا ده كده. الميه بتخش من اقصى الشمال بتطلع من اقصى اليمين، والاثنين مش على نفس المستوى، الاثنين مش على نفس المستوى. ده ليه؟ ده علشان اخلي الميه تنتشر في كل الخزان. وانا لو هحط المدخل من على العالي والمخرج على العالي، هتحس ان الجنب او قاع الخزان الجزء مثلا ده كده، لو انا خليت المخرج من فوق هحس ان الجزء اللي بالاسفل ده مفيش فيه ميه بتتحرك معايا كده. انما انا هنا يا شباب لا، مخلي الميه من حته والايه المدخل من حته والمخرج من حته. هبدا احط فيه البدلات عندي اللي بتعمل عمليه التقليب، اللي هي ممكن يبقى ليها اشكال مختلفه زي اللي قدامنا دي كده. هي البدلات دي اصلا يا باشمهندس عباره عن ايه؟ البدلات اللي قدامنا دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن لوحين متعامدين. اللوحين دول عليهم ريش بتعمل تقليب للميه. يعني لو جينا نرسم رسم ايزومتريك للكلام ده مثلا، يعني بقدر الامكان هنحاول معايا كده يا شباب. معاك يا باشمهندس. ده كده رسمة الايزومتريك اللي انا بكلمك عنها، اللي هي البدال. يعني بقدر الامكان ده كده الرسم الايزومتريك او ثلاثي الابعاد يعني للوحين التقليب. عايز اقول لك حاجة، ان اللوحين المتعامدين دول اسمهم الواح تقليب.
انما الحاجات دي اسمها ريش تقليب. واضح كده يا شباب؟ تاني هو انا هسألك سؤال، هي المروحة بتاعت السقف اللي عندك الالواح فيها مسطحة ومستوية ولا الراجل بيجي في الاخر وبيتنيها، بيتني الريشة من اخرها؟ ايوه بيبقى فيها كسرة كده. ليه الكسرة او التانية دي؟ الناس تتفاعل معايا، الناس تفتح المايكات وتتفاعل معايا، ليه التانية دي او الكسرة دي يا شباب؟ عشان تديني الهواء، لان خد بالك الريش دي بتاعت المروحة، مش انا بتكلم في العموم، بضربك مثال في العموم، ريش المروحة لو مسطحة مش هتحس بهواء جاي لك اصلا، مفيش هواء اصلا هيجي لك، هي كل اللي هتعمله حاجة بتتحرك، انما ما بتنقلش هواء، ما بتحركش هواء. فاللي بيعمل الحركة دي تانية الريش. كذلك نفس الفكرة هنا، لو هعتمد على اللوحين المتعمدين اللي هم دول بس معايا كده، اللي هي ألواح التقليب بس، عمر ما في حركة هتحصل للمية، هو بس كل الحكاية المية يعني فيها حركة، إنما ما فيش تقليب هيدروليكي زي اللي أنا عايزه يحصل، ولا في جزيئات بتتقارب من بعضها عشان التجاذب الكهربي يحصل، ولا الكلام اللي أنا بقول لك ده يحصل. لو أنا معتمد على الشكل ده كده فقط، لوحين فقط بلا ريش، ما فيش أي حاجة هتحصل. علشان كده ريش ايه؟ ريش تقليب، عشان تعمل التقليب والتجاذب اللي هيتم ما بين الجزيئات وبعضها. ها واضح كده يا شباب؟ طيب عايزين نتخيل مع بعض، لو احنا بدأنا ندي ابعاد، او الاول قبل الابعاد، لو احنا بدأنا نشوف مساقط للريش دي او للالواح دي، نبص عليها من السايد فيو، نبص عليها من الاليفيجن، نبص عليها من البلان، ايه اللي احنا ممكن نشوفه؟ لو احنا بدأنا كده نبص على الكلام ده من السايد فيو والاليفيجن والبلان، تعالى نشوف الاول كده، ان احنا لو بدأنا نبص عليها، انا بس همسح، لو احنا بدأنا نبص عليها من الاليفيجن ومن السايد فيو ومن البلان، ها ايه اللي انا ممكن اشوفه؟ لو انا باصص عمودي سايد فيو، يعني عمودي على الموبايل او على الشاشه اللي قدامك، ايه المسقط اللي انا ممكن اشوفه يا شباب؟ ايه المسقط اللي انا ممكن اشوفه؟ انا باصص عمود، انا باصص، ايه الشكل اللي انت ممكن تشوفه للريش دي؟ ها الريفيجن يا شمس عمود، ايه عندك ماشي او الريفيجن واتيفر، يعني لو انا باصص ماشي واتيفر، لو انا باصص الريفيجن عمود على الشاشه اللي قدامك، ايه الشكل اللي انت هتشوفه؟ هشوف الزائد يا باشمهندس، هشوف التقاطع بتاع اللوحين زي الشكل اللي انا رسمه لك ده، صح ولا غلط؟ طيب لو انا جيت ابص سايد فيو من الجنب، لو انا جيت ابص على الالواح والريش دي من الجنب، ايه اللي ممكن تشوفه؟ اشوف عرض اللوحين وسمك اللوح. بالظبط، كل اللي انا هشوفه يا باشمهندس ساعتها اللوح اللي انا هقشره لك ده، اللوح التقيل ده كده، اللوح الرأسي، صح ولا لا؟ انما اللوح الافقي ولا هشوفه، او هشوفه بالتقريب هشوفه ايه؟ خط. انا اسف ان الشاشه بتتاخر شويه، بس انا فعلا جنب الراوتر، يعني انا مش عارف اعمل ايه، هو جه في اخر السكشن اللي فات وعمل كده يعني، وعملت ريستارت، بس للاسف هي برضو المشكله لسه موجوده. طب بالراحه، تاني الشكل اللي كان قدامنا اللي هو الايزومتريك، اللوحين المتعامدين، لو انا هبص عليه من السايد فيو من الجنب، اللي انا هشوفه اللوح الراسي ولا اللوح الافقي؟ جاوبوني، اللوح الراسي رأس. اللي هو اللي انا متقله لك ده، واللوح الافقي ده انا هشوفه خط، صح ولا لا؟ طب انا لو جيت ارسم الكلام ده اهو تحت، هرسمه ازاي؟ ارسم العرض اللوحين والسمك ده مش هيبان بقى لان سمكه صغير. بالظبط فعلا يا باشمهندس، انا كل اللي انا هشوفه هشوف لوح واحد اللي هو الراسي، هشوفه مستطيل، وهشوف الريشه اللي فوق، وهشوف الريشه اللي تحت، صح كده ولا لا؟ هشوف الريشه اللي فوق وهشوف الريشه اللي تحت، وساعتها اللوح العمودي عليه اللي هو الافق ده مش هشوفه، او هشوفه خط، فخلينا نقول طالما خط يبقى اكن مش بال انا هشوفه، صح كده يا شباب؟ زي الشكل اللي هيظهر لك دلوقتي،
انا رسمته بس هو لسه للاسف ما ظهرلكش. ده كده رسمه السايد فيو. طب البلان، رسمه البلان لو انا جيت ابص من اعلى لاسفل، ايه اللي انا هشوفه بقى المره دي؟ اشوف المحور الافقي. هشوف اللوح الافقي. اللوح الافقي. هشوف اللوح الافقي. ده الشكل، انا اسف، ده الشكل هو لسه بس ظهر دلوقتي قدامك. يبقى ده الشكل الثاني لو انا بصيت منين؟ من السايد فيو، صح كده؟ المسقط اللي فات هشوف اللوح اللي بالعرض اللي هو ايه اللي كان راسي معايا يا شباب، ومش هشوف اللوح الافقي، هشوفه خط فمش هرسمه. ها ارجع معايا كده تاني. لو انا بقى هنا يا باشمهندس شغال مع المسقط بتاع البلان، لو انا هنا شغال مع مسقط البلان هعمل ايه؟ او هشوف ايه؟ هشوف اللوح اللي هنا يا شباب، هشوف اللوح الافقي اللي هو المره دي هحط لك عليه دايره، او هحطه في دايره ولا حاجه معايا، ومش هشوف اللوح الرأسي. وبالتالي الشكل اللي عندي، الشكل اللي هيبان هيبقى الشكل الثالث اللي مرسوم كده. هشوف لوح وهشوف الريش موجوده بشكل رأسي المره دي، ويبقى ده المسقط الثالث. هي مرسومه معانا في الورقه يا باشمهندس، شايفين عندك في الورق؟ ماشي، انا بحاول ارسمها معاكم، كنت بحاول ارسمها عشان الناس تفهم الاشكال دي جت منين، بس للاسف النت بقى عندي في مشكله. طب يا شباب خلينا بقى ندي ابعاد للكلام ده كله، خلينا ندي ابعاد للكلام ده كله. طيب دلوقتي يا باشمهندس الريش اللي قدامنا دي، الريش اللي قدامنا دي لو انا هاجي ابص فيها، لو انا هاجي قصدي انا اسف اديها ابعاد وهي هتبدا تلف، ايه الشكل او ايه الشكل اللي هي هتلف فيه فعلا؟ لو الرشتين دول المتعامدين بداوا يلفوا، بداوا يتحركوا، هيتحركوا في شكل ايه يا شباب؟ دايره. دايره. وبالتالي عندي حاجه اسمها دي اللي هو قطر الدوران، هتبدا تلف في شكل دائري، فهيبقى عندي حاجه اسمها دي اللي هي قطر الدوران. طيب يا باشمهندسي الريش اللي قدامنا دي او الالواح دي ليها طول، الطول ده مقداره ايه؟ اللي مثلا ال داش بالظبط. خلينا ندي لها رمز ال داش على اساس ان ال اللي انت بتقول عليها ده يا باشمهندس هنفرض ان هو طول الخزان، عشان ما يبقاش عندي ال بيعبر عن طول الخزان وال تاني بيعبر عن طول الريش، لا انا بتكلم ان ندي لها مثلا رمز ال داش. طيب يا باشمهندس الريش اللي هتتحط عرضها قد ايه؟ عرض اللوح ده هيتحط قد ايه؟ اللي هي الحته اللي هتعمل التقليب، الريشه اللي هتعمل التقليب اللي انا هنا مقشرها لك، بس هي لسه للاسف برضو ما بانتش. ها الريشه اللي عندنا دي هندي لها رمز زد مثلا، زد. خلينا نتفق على الرموز دي عشان لما نيجي نحل النهارده او المره الجايه يبقى الرموز دي خلاص احنا مثبتينها. يبقى تاني الريش اللي قدامنا دي يا شباب لما تيجي تلف هتلف في قطر دائري اسمه دي قطر الدوران معايا كده. عرض الريش نفسها زي ما ظهر لك كده هيبقى اسمه ايه؟ زد. الطول بتاعها اسمه اللي ايه؟ ايه داش اللي هو العمودي على الشاشه اللي هو في الاليفيجن اوف سايد فيو ايا يكن المسقط الجانبي وخلاص معايا كده. طب انا عايز احط الدي والال داش والزد على المساقط او على الاشكال اللي تحت اللي هي في المساقط. ها في اول شكل اللي هو اللوحين المتعامدين برضه يا باشمهندس زي اللي فوق فهنعديه. الشكل الثاني اللي هو السايد فيو، الشكل الثاني اللي في النص، فين هنا الدي وفين ال داش وفين الزد؟ الزد يا باشمهندس عرض اللي انت مهشره، العرض اللي انت مهشره فوق او تحت ده اسمه زد، صح كده يا شباب؟ طيب ال داش العرض بقى كله، الطول، الطول بتاع الريشه. طول الريش ماشي، طول بتاع الريشه مش العرض، صح كده؟ لان لان انت عارف البعد العمودي عليه، ها البعد العمودي عليه كده يا باشمهندس، ثواني البعد العمودي عليه يا شباب انا اسف الناس معايا. ها البعد العمودي هو الدي، البعد العمودي عليه هو الدي،
معايا كده؟ فيبقى الطول طول اسمه ال داش، انما البعد العمودي على ال داش ده دايما هيرمز الى مين؟ الى قطر الدوران. طب لو عايزين نحط الارعاد على اخر شكل او على اخر مسقط، ها هي نفس الفكره والله يا باشمهندس برضو، بس انت قلبت الرسم. عرض الريش برضو ما زال هيبقى اسمه زد، معايا؟ الطول بتاعها هيبقى اسمه ال داش، البعد العمودي على ال داش دايما اسمه قطر الدوران دي. ها واضحه يا شباب؟ انا عارف ان الكلام بيظهر فجاه، فمعلش النت عندي فيه مشكله. يبقى دي الابعاد اللي انا دايما هرمزها للريش او لالواح التقليب. مفهوم كده يا شباب؟ دي اول حاجه عايز اتكلم فيها. طب الخزان نفسه يا باشمهندس، تعال نرسم الخزان نفسه. الخزان نفسه يا باشمهندس ممكن يبقى موجود فيه كام لوح للتقليب او كام بدال للتقليب، يعني على حسب ما المساله هتيجي مرسومه. ادي مدخل الميه من هنا، ودي مخرج الميه من الجهه دي، وعلى حسب ما المساله هتيجي مرسومه. في مساله ممكن يحط لي فيها لوحين بس او بدالين بس، زي المثال اللي قدامنا ده كده. تعال نحل المثال ده. فين طول الخزان؟ دايما طول الخزان بيتاخد الطول الموازي لحركه الميه، مش الميه داخله من على الشمال وطالعه من على اليمين، يبقى ده دايما طول الخزان. نعم. ممكن حضرتك ترجع للرسمتين اللي قبل دول عليهم الابعاد بحيث انقلهم، لان ما الصوره جيت وحركت مش عندك في الورق. هي عندك في الورق انضف من كده كمان، ده انا بشرح بالقلم بس بتاع الموبايل عشان يبقى الحاجه اللي على الورق دي جات لك. يعني انا رجعت لك خلاص ماشي. اه موجودين. في عندك على الورق اوضح من الهبل ده كمان، انت فاهم قصدي؟ بشكل انضف من كده. انا اسف بس ان النهارده بعت السكشن قبل السكشن على طول، فيعني ما بعتوش من امبارح يعني، سهوا بس والله. معايا يا شباب؟ فهي الصوره هي قدامك بس عندك في الورق احسن من كده. طيب وانتوا كده كده مش في حد بيسجل باين؟ يعني المقابله دي اعتقد بتسجلوها. تمام يا باشمهندس. طيب يا شباب المثال اللي قدامنا ده المثال الاولاني لخزان. الخزان اللي قدامنا ده فيه كام جزء؟ اثنين. فيه كام بدال؟ اثنين. اول جزء على الشمال وثاني جزء على اليمين. ابعاد الخزان نفسه هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ال ودي البي. هنا بقى فين بقى يا شباب؟ ها عرض الخزان هنا فين؟ عمودي على السبوره. حلو كده، عمودي على السبوره او عمودي على الشاشه. طب يا باشمهندس الخزانات دي لو ده مسقط الفيجن البلان، هل هيبقى نفس الشكل ولا اكيد المساقط دي هتختلف؟ ما هو انت لسه مدينا بدلات وقلت لنا تعالوا نبص لها من فوق لتحت، تعالوا نبص لها من الشمال لليمين، تعالوا نبص لها عمودي. فاكيد في البلان، اكيد ده الاليفيجن بقى، اكيد البلان الشكل ده بتاع البدالين دول هيتغير، صح ولا انا غلطان؟ باشمهندس معلش، هو انت راسم بدال واحد هنا وده المسقط الاليفيجن بتاعه ولا دول بدالين؟ لا لا لا، يعني بس انا هنا راسم خزان فيه بدالين، خزان فيه جزئين، في حركتين، في موتورين، اتنين موتور، انت فاهم قصدي؟ اه انت فاهمني هندسه ولا في مشكله؟ لا فاهم حضرتك. تمام كده؟ عايزين نركز بس ان البلان مش هيبقى فيه نفس الشكلين دول. قبل ما اروح للبلان، تعالى نتفق اتفاق ان دايما هيبقى مطلوب منك تحدد عدد الجهات عندك في الخزان. مش احنا اتفقنا ان كل بدال هيبقى ليه موتور وكل بدال هيدور بسرعه تقليب معينه؟ افتكر معايا في المره اللي فاتت خزان التقليب السريع، قلنا الجي فاكرين الجي اللي هو رمز بيعبر عن سرعه التقليب، كانت قيمته بكام هناك في الرابيد ميكس؟ في الرابيد ميكس في التقليب السريع كانت قيمته كبيره، كانت من كام لكام؟ ها من 700 ل 1000. الله يفتح عليك. طب انا هنا في تقليب بطيء، انا هنا في تقليب بطيء، ايه القيم بتاعه الجي في خزان التقليب البطيء؟ من 20 ل 100. الجي في التقليب البطيء هنا هتكون قيمتها من 20 ل 100. انت متخيل؟ اه فعلا يا باشمهندس، ما هو الكلام كده منطقي. ما هو انت لما تيجي تقول لي تتفق معايا اتفاق ان الجي ده رقم او رمز بيعبر عن سرعه التقليب، فالرمز ده كل ما القيمه بتاعته زادت كل ما سرعه التقليب بتاعتي زادت. فانا قلت هناك من 700 ل 1000 عشان التقليب سريع، انما انا هنا هقول من 20 ل 100 عشان التقليب بتاعي ماله بطيء. طب يا باشمهندس خلينا نتفق بقى اتفاق ان اي خزان، اي مساله فلو ميكسنج هتيجي هيبقى مطلوب منك تحدد الاجزاء بتاعتك. فانا عندي الخزان بتاعي ده فيه كام جزء؟ جزئين. يعني انا عندي جي واحد وعندي جي اتنين، عندي جي واحد وجي اتنين. خلينا نتفق اتفاق
اول حاجه ان دايما قيمه الجي جهه المدخل اعلى من جهه المخرج، او الجيهات بتقل جهه المخرج، يعني جي واحد اكبر من جي اتنين، حد عنده مشكله؟ دايما الجي واحد هتبقى اكبر من الجي اتنين. طب انا لو عندي خزان فيه ثلاث بدلات هيبقى جي واحد اكبر من جي اتنين اكبر من جي ثلاثة، زي المثال اللي انا هرسمه لك دلوقتي اهو. لو انا عندي خزان من ثلاث اجزاء زي اللي انا برسمه لك ده، انا عارف ان الشاشه ثابته بس انا اسف، لو انا عندي خزان زي الشكل اللي قدام ده اهو، عندي خزان ده كام جزء يا شباب؟ جي واحد وجي اتنين وجي كام؟ جي تلاتة. احنا اتفقنا خلاص ان جي واحد هتبقى اكبر من جي اتنين اكبر من جي تلاتة. هو انا بعمل ده ليه؟ بعمل تدرج في الجي ليه يا باشمهندس؟ عشان هيجي يسالني عن حاجه او بتجي لك في النظر اسمها التيبرد فلاكيوليشن، او تكوين الندف بشكل متدرج. تكوين الندف بشكل متدرج او التيبرد فلاكيوليشن ده ليه؟ ده علشان بعمله بغرض ان الندف اللي تتكون عندي تكون تقيله ووزنها كبير يعني وكثافتها عاليه. انما انا لو خليت الجهات كلها قيمه واحده وثابته، يعني الجزء الاولاني مثلا زي اللي انت شايفه ده، الجي الاولانيه مثلا واخدها ب 20 والجي الثانيه واخدها ب 20 واخدها ب 20، انت واخد بالك؟ يبقى كده يا باشمهندس الندف اللي هتتكون ولا هتبقى تقيله ولا هتبقى وزنها تقيل ولا كثافتها عاليه، وندف هتبقى خفيفه وهتطفو على سطح الميه. الناس شافت كده من التجارب يعني. فالناس عملت حاجه اسمها تيبرد فلاكيوليشن، تكوين الندف. لازم اخلي البدلات اللي موجوده في قلب الخزان ده كل بدل لي جي مختلفه بتقل جهه المخرج عشان تديني ندف تقيله وكثافتها عاليه تقدر ان تترسب بسهوله في خزان الترسيب. ها الناس فاهمه ولا في مشكله؟ تمام يا باشمهندس. حلو. الحاجه اللي انا عايز ازودها، انا عمال بزود لك في المسائل، دايما هيجي يديني قيمه الجي افريج او الجي ويسكت. كلمة ان اداني جي او جي افريج يعني جي افريج، الجي المتوسطة. فاداني مثلا في المسألة ب 30 سكند اس سالب واحد. في المثال اللي قدامنا ده اداني كده. في الاكزامبل اللي قدامي ده، الرسمة اللي قدامي دي، اداني ان الجي افريج او الجي بس ب 30 ثانية اس سالب واحد. الجي دي هعتبرها جي واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها؟ لا، هنعتبرها هي الجي اللي في النص، هي جي اتنين. فانا هدي الجي 2 هنا بكام؟ ب 30. هعتبر الجي 2 هنا ب 30. طب هجيب الجي 1 بكام والجي 3 بكام؟ قال لك اما ان انت تزود عليها 5 وترجع تنقصها. يعني تعتبر الجي 1 ب 35 والجي 2 ب 25. لان انا اتفقت معاك ان الجي بتقل جهه المخرج. يعني طول ما انا رايح لاتجاه المخرج طول ما الجي عندي بتقل. يبقى انا عندي الجي 1 اكبر من 2 اكبر من 3. واضح كده يا شباب؟ واحد يقول لي هو انا لازم ازود 5 بس؟ لا يا مش قرآن. ممكن على فكره نزود 10 مش يعني ممكن بدل ما ازود 5 ازود 10. يعني واحد يعتبر ان جي 1 دي ب 40 وجي 3 دي بكام؟ ب 20. في الحاله دي او الحاله اللي فاتت كده كده الجي افريج فضلت بكام؟ طب لو هم خزانين بس يا باشمهندس الجي افريج هجي لك. بص يا باشمهندس انا هجاوبك على كل الاسئله، بس يعني الناس تخليها ماشيه معايا ستيب باي ستيب. انا هاجي للحته اللي انت بتتكلم فيها دي. حاضر. ها يبقى هو لو اداني، يبقى هنا لو اداني قيمه الجي في المساله هعتبرها ان هي قيمه الجي افرج، ده رقم واحد. طب انا هتعامل ازاي مع المساله؟ هحط لك الجزء اللي في النص وازود 5 جهه المدخل واطرح 5 جهه المخرج، او ازود 10 جهه المدخل ونقص 10 جهه المخرج. يعني تبقى ماشيه المساله 35 زي ما قدامك كده 30 25 او 40 30 20. كده كده في الحالتين قيمة الجي افريج فضلت بكام؟ ب 30. ده للمثال اللي قدام. يبقى ازود 5 او انقص 5، او ازود 10 وارجع انقص 10. ده صح وده صح. الناس عندها مشكلة يا شباب ولا الناس فاهمة؟ طيب ده الخزان او المسألة اللي هي بثلاث أجزاء. طب المسألة أم جزئين زي ما أنت المسألة اللي فاتت دي مثلا، لو اداني الجي الافريج برضه ب 30. المسألة اللي فاتت، الرسمة اللي فاتت. انا طلعت لها بس هي ثانيه وهتظهر لك.
اداني الجي افريج ب 20 او ب 30 اعتبرها هي جي 1 ولا جي 2؟ ازود عليها مثلا 5 ونقص منها 5 وما اعتبرهاش هي جي 1 او جي 2. انا كده الله يفتح عليك الله يفتح عليك صح، دي الاجابه اللي انا كنت عايز اسمعها. هو الباشمهندس بيقول لي انا لا هقدر اعتبرها هي جي 1 ولا هقدر اعتبرها جي 2، لان انا لو اخترت الجي اللي الراجل مديهالي هي جي 1 جي 2 تزعل. طب هي اشمعنى يعني اخترتها جي 1 والعكس؟ لا هي تفضل جي افريج. يعني ساعتها هعتبر الجي 1 دي ب 35 والجي 2 ب 25. امال فين ال 30 يا باشمهندس؟ ده الافريج يا باشمهندس معايا كده؟ او هعتبرها ان هي ب 40 ها و 20 برضه، ده صح وده صح. في الرسمه اللي قدامك دي خدتها على طول الاولانيه زودت عليها 5 وطرحت من الثانيه 5، ف 35 و 25 المتوسط بتاعهم 30 او 40 و 20 ها صح ولا انا غلطان يا شباب؟ يبقى سواء مديني الاجزاء بتاعتي او البدلات اللي جوه بتاعتي زوجي او فردي انا شغال عادي. حد عنده سؤال لحد دلوقتي يا شباب؟ يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا ان الستو ميكسنج تانك هيبقى موجود فيه اكتر من بدال، عرفنا ان هيبقى موجود فيه اكتر من جي، اكتر من ايه؟ من جي. وعرفت ان جي بتتدرج من المدخل للمخرج بتقل، وعرفت ان هو مديني جي افريج ازاي اجيب منها جي 1 و2 و3 و4 و5 و6 لو هو اللي خزنها في اكتر من جزء. عرفت الابعاد بتاعه البدلات بتمشي ازاي، الزد ال داش قطر الدوران الدي، وعرفت الخزان نفسه ابعاده ماشيه ازاي، الطول والعرض والارتفاع او العمق. ها لحد الخطوه دي حد عنده اي مشكله؟ الناس تجاوبني لحد دلوقتي شباب، في اي مشكله؟ لا تمام. لا تمام. طيب يا شباب تعالى بقى نبدا نشوف الشرح بتاع الورق. انا بس كنت محتاج ان انا يعني نفهم عشان هفر في الورق معاك دلوقتي، او قبل ما افر يعني خد بالك من حاجه. التقليب البطيء السلو ميكسنج ليه اسلوبين، اللي هو السؤال النظري اللي انا كنت واقف عليه، السؤال النظري اللي انا كنت واقف عليه، معلش انا هرجع له تاني في الورق عشان السؤال ده مهم وبيجي في الامتحان. بيجي يقول لي منشن ذا ديفرنس بتوين ميكانيكال اند هيدروليك، مش حاجه زهره، قول الفرق ما بين. هو عندك في الورق والله بس قلت لك عندي مشكله في النت، يعني هي معاك في ملف البي دي اف، افتح حتى ملف البي دي اف. هي ظهر يعني، هي ثانيه واحده بس انا عارف ان الصوره بتتحرك بعد مني بدقيقه ولا حاجه، يعني فعلا مش قادر احل المشكله والله. هنا بيجي يقول لي قول الفرق ما بين، تمام، قول الفرق ما بين الميكانيكال والهيدروليك. هو ازاي هيحصل الهيدروليك؟ انا ممكن اشغل المحطه بتاعتي هنا ميكانيكال، يعني اعمل خزانات واجيب فيها قلبات واوصلها بمواتير واعمل حركه للميه عن طريق المواتير دي. ممكن مهندس تاني في محطه تانيه يختار ان المحطه بتاعته يبقى الفلاكيوليشن اللي فيها هيدروليك. ازاي؟ عن طريق ان الميه نفسها تتحرك ما بين مجموعه من الحوائط اللي انا هبنيها جوه الخزان، بحيث ان لما الميه تتحرك ما بين الحوائط ما بين الخزان دي يا شباب تبدا الميه تقلب نفسها بنفسها، وبالتالي عمليه التقليب البطيء تتم ذاتيا لقلب الميه. معايا كده يا شباب؟ يبقى انا هنا كل اللي هقوله له في الميكانيكال ان عمليه التقليب هنا هتتم عن طريق مجموعه من البدلات اللي متصله بموتور، الموتور ده بيعمل على دورانها. وقوم رسم له رسمه زي اللي تحت دي وعرفه فيها برضو ان الجي 1 اكبر من الجي 2 اكبر من الجي 3 عشان يحصل حاجه اسمها تيبر ديفلكتيشن، عشان تبقى الاجابه بتاعتي اجابه كامله. ها طب الهيدروليك هيتم ازاي؟ والله يا باشمهندس تقليب الميه هنا هيكون عن طريق حركه الميه نفسها ذاتيا. ها في الهيدروليك فلكيوليشن هيكون تقليب الميه هنا تقليب ذاتي. معايا يا شباب؟ تقليب ذاتي ازاي؟ عن طريق حركه الميه نفسها. تمام. معلش يا شباب ثواني، معلش ثانيه واحده انا اسف. معايا يا شباب؟ انا اسف، معايا الناس سامعيني؟
مع حضرتك هندسه. ايوه معاك يا باشمهندس. تمام. التقليب الهيدروليك، التقليب الهيدروليكي هيتم عن طريق حركه المايه نفسها ما بين البدلات، ما بين انا اسف مجموعه من الحوائط، عن طريق ايه؟ لو انت تخيلت الاوضه اللي انت قاعد فيها دي الخزان، يعني في اوضه الخزان عباره عن غرفه ليها طول وعرض وارتفاع، بدات ان انا ادخل المايه من نقطه معينه في الاوضه من على الجدار، وبدات بقى اعمل مجموعه من الحوائط بشكل زجزاج، بحيث ان المايه وهي بتتكب كده في قلب الاوضه او في قلب الخزان ده تبدا تملي الجزء الاولاني، وتبدا تتحرك بحركه الاسهم اللي انت شايفها ما بين العوارض او ما بين الحوائط، بحيث ان المايه تدخل من مكان وتخرج من مكان تاني. واضح كده يا شباب؟ فهنا في ميزه وعيب للتقليب الميكانيكي، وفي ميزه وعيب للتقليب الهيدروليكي. معايا كده؟ ساعات بيجي يقول لك ايه؟ قول المميزات والعيوب بتاعت كل واحد، اتكلم عن الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل واحد. انا عايز قبل ما حتى الصوره تتنقل لك يعني بالراحه، هو لو انا هنا شغال بتقليب ميكانيكي ايه الميزه فيه والعيب؟ ولو انا شغال بتقليب هيدروليكي ايه الميزه فيه والعيب؟ لو حد عنده فكره يقدر يتكلم معايا يقول. الناس تفكر كده. الميكانيكي عيبه الميكانيكي يعني في كهرباء وباور لوس بيحصل، او صيانه محتاج صيانه بقى. الميكانيكي يا شباب، الميكانيكي ايه؟ انا سامعك اهو. الميكانيكي ايه؟ بدفع كهرباء يعني في ان انا اشغل المواتير دي. بالظبط. يبقى بيعيبه التكلفه الاقتصاديه او مكلف اقتصاديا، نتيجه ان انا هعمل صيانه، هحط ليه وقود عشان المواتير دي تشتغل، او كهرباء، اعمال الصيانه نفسها هاجي بعد فتره المواتير دي هتتحرق لان لها عمر افتراضي وهغيرها، فدي كل عيوبه ان هي مكلف اقتصاديا. بس في ميزه مهمه جدا يا هندسه، ان انا اقدر اعمل التقليب بتاعي واتحكم فيه بشكل كبير جدا، صح ولا لا؟ يبقى التقليب الميكانيكي تفضل الميزه فيه المهمه ان انا اقدر اتحكم فيه عن طريق المواتير. ما هو انا عن طريق انت المروحه اللي فوقيك دي، مروحه السقف، مش ليها زرار بتتحكم في السرعات، صح ولا انا غلطان؟ ايوه تمام. هي نفس الفكره برضو، المواتير اللي عندي هقدر ازود سرعتها او اقللها زي ما انا عايز لحد ما اوصل للنضف اللي هي شكلها مظبوط جدا، صح كده؟ طيب التقليب الهيدروليكي بقى، لو انا عايز اتكلم عن الميزه والعيب فيه اقول ايه؟ والله هندسه قبل ما تفكر، انت لو جدع وناصح اعكسهم، يعني ايه اعكس المميزات والعيوب على طول؟ هناك يديك المميزات والعيوب. يعني ايه؟ يعني ميزته ان هو مش مكلف اقتصاديا، مش مكلف، صح ولا لا؟ خلاص، ده عمليه الميه بتتحرك عن طريق حركتها نفسها ما بين مين؟ الحوائط، يعني لا هحتاج فيه صيانه ولا هحتاج فيه مواتير ولا هحتاج فيه معدات ولا اي حاجه. طب العيب فيه ايه بقى؟ العيب فيه يا شباب التحكم في التقليب، ماله؟ التحكم فيه ماله يا شباب؟ لا، التحكم فيه مش هيتم بنفس الصوره بتاعه التقليب الميكانيكي، يعني اقل قدره في التحكم، لان انا معتمد على المايه وحركتها نفسها. تمام كده؟ كمان في عيب تاني، ان في فاقد كبير جدا في الميه او في الطاقه. ليه يا شباب؟ احنا مش لما درسنا الانتاج والمواسير اللي في الطرمبات قلنا ان نتيجه السريان في الماسوره الطول الكبير ده كله هيحصل احتكاك؟ ايوه تمام. صح ولا لا؟ صح. يعني عملنا ايه؟ عملنا نتيجه ان سريان ميه في ماسوره عمل احتكاك. طب ما بالك بقى يا باشمهندس كميه ميه كبيره جدا في خزان هتمشي ما بين مجموعه من الحوائط، ده هيعمل عندي ايه برضه؟ هيعمل فاقد كبير جدا في الميه. يعني لو انا مدخل، الله يفتح عليك، يعني لو انا مدخل الميه ليها سرعه معينه او ليها طاقه معينه هتخرج ليها طاقه تانية او بكميه تانية نتيجه ان الحيطان ابتلت وبقت مبتله، القاع بقى مبتل، فالكلام ده كله عمال بيستهلك من طاقه وكميه الميه، فالفاقد فيها كبير، يبقى ده العيب. طب احنا اللي عندنا ايه؟ انت في مدني عام عندك تصميم ده وتصميم ده، بس خلينا نبتدي النهارده بالميكانيكي. معايا كده يا شباب؟ طيب نرجع لورق الشرح تاني. بعد اذنك يا باشمهندس، هو في الهيدروليك دوت انا ازاي هعمل النظام الهيدروليكي ده في المواسير؟ هو مش المفروض في دليفري بايب بتنقل ما بين الرابيد ميكسنج والسلو ميكسنج؟ مين اللي قال ان في دليفري بايب؟ انت الدليفري بايب كنا... الاسم ده ما سمعتوش انت، ثواني بس هجاوبك، الاسم ده انت ما سمعتوش غير بعد البمبات اللي في درس الانتاج اللي وصلت الميه من البياره لاول عنصر من عناصر المحطه اللي هو مين؟ الرابيد ميكسنج تانك. طب بعد كده الميه بتتحرك ازاي؟ في مواسير عاديه، لا دليفري ولا مش دليفري بقى،
هي مواسير عاديه أيوة بتوصل ما بين الوحدات ببعضها. هعمل الحوائط دي في مواسير، يعني المحوائط اللي لما اتحرك فيها اتجاه المايه ده. لا يا هندسه، حوائط المواسير ازاي؟ مش فاهم. يعني انا هنفذ ازاي الحوائط دي في ماسوره؟ مش هو في ماسوره المايه بتمشي من ماسوره من الخزان السريع بص للخزان يا هندسه، الخفي؟ خلينا نتفق. بص خلينا نتفق ان الخزان الرابد كان عباره عن اوضه خزان دائري او زي اي شكل عادي، هو بيفضل يبقى شكله دائري معاه دوران يعني، وفي في قلبيه مروحه متصله باكس كده طالعه في الهواء بموتور معلقه بفريم حديد بيقلب الميه. بعد ما الميه اتقلبت هسحب الميه من تحت بماسوره، هسحب الميه من تحت بماسوره واوديها الكب في الخزان الجديد اللي هو السلو ميكسنج تانك في الاوضه الجديده. فين المشكله عندك؟ ماشي خلاص ماشي. لا يعني تخيلت معايا ولا في صعوبه؟ يعني طب ماشي. طب احنا يعني بص يا هندسه، معلش هحاول ارسم لك شكل بيوضح اللي انا بقوله. انا بس عشان عندي مشكله ان فعلا الشاشه بتظهر متاخر عندك. بص يا هندسه، ده رابت ميكسنج تانك اللي هو هيبقى اول حاجه في عناصر المحطه خالص. انا بس عارف ان الصوره لسه ما ظهرتش قدامك. تمام متخيل. ماشي اهي معايا كده يا شباب، ده رابت ميكسنج تانك، خزان متصل عليه فوق موتور. شايف الموتور اللي هو السهم اللي بيلف ده معناه موتور، وجواه الريش في قلب الميه، والسهم اللي طالع من تحت الارض ده الماسوره الدليفري. ها في مشكله؟ لا تمام. بدات اعمل هدار دوراني كده داير ما يدور. يعني ايه؟ يعني الميه بعد ما اتملت بدات تطلع بعد ما حصل لها ان هي تتقلب وتتكب في قلب مين؟ في قلب الهدار اللي بره. عامل شبه ايه يا باشمهندس؟ عارف لما مؤاخذه، عارف لما عندك شفشق ويبقى فيه بوز؟ انا عملت زي بوز كده مثلا حوالين داير ما يدور حوالين الرابد ميكسنج تانك عشان تتكب فيه الميه اللي اتقلبت خلاص. هو برضه انا رسمه بس لسه هيظهر عندك. ها تمام معايا؟ ظهر ولا لسه؟ الرابد ميكسنج تانك والمكان صار بتاع مخرج الميه ظهر. بدات اخد منه تاني ماسوره ومشي الارض عشان اروح للوحده اللي بعد كده اللي اسمها ايه؟ السلو ميكسنج تانك. بالظبط السلو ميكسنج تانك اللي هو تاني خزان عندي في المحطة. الماسورة اللي عندي دي بقى بدأت أطلعها عشان تقب المياه في أول جزء. اهي معايا يا شباب، بدات الماسوره. خد بالك التقيل ده، الخط التقيل ده الماسوره. الناس متخيله ولا الناس شايفه في مشكله برضو؟ لا متخيل. دي كده يا شباب اللي انا هشرتها لك بالاحمر اهي، دي الماسوره. معلش هي برضو لسه هتظهر عشان برضو لو الخطوط كلها دخلت في بعضها. ها اللي ماشيه تحت الارض دي مواسير. ما انا باخد بالك مش هعمل المواسير عندي ماشيه كده في المحطه. المحطه دي بيبقى ما بين الوحده والتانيه طريق عشان يمشي فيه عربيات يتحرك فيه ناس. انت فاهم قصدي؟ اعمال صيانه تخش، اي حاجه تخش. فالمواسير برضو بتتحرك اسفل الايه؟ اسفل الارض عادي. انا خدت الميه من الماسوره دي وديتها عادي عادي جدا عشان تتكب في الوحده اللي بعد كده اهو زي ما انت شايف السهم اللي عندي هنا. كبها هنا في وحده السلو ميكسنج تانك. بدات يحصل لها هنا القلبات اهي، بدات يحصل مجموعه من القلبات عشان تقلب الميه في السلو ميكسنج تانك. وهتبدا برضو في النهايه كده خالص الميه تنزل عشان اروح بيها للسيدمنتيشن او الوحده اللي بعد كده. يعني انا برضو في نهايه السلو ميكسنج تانك ده هعمل زي بوز كده في الخزان، هعمل زي هدار مخرج الميه تتكب من عليه
وابدا اسحب الميه بماسوره من تحتيه كده، تيجي من تحتيه تروح للوحده اللي بعد كده، وهكذا وهكذا وهكذا. ها الناس عندها مشكله في التخيل بتاع الميه ما بين كل نقل الميه ما بين كل واحده والتانيه. اللي كان بيسالني تمام مع حضرتك. تمام يا هندسه، انا عايز الناس تاخد بالها من حاجه بس، او اسالك سؤال وجاوبني، هي حركه الميه هنا بتتم ازاي؟ هي الميه ازاي هتمشي في ماسوره اصلا؟ يعني الماسوره اللي بالاحمر اللي قدامك دي ازاي الميه هتمشي فيها؟ او حتى الماسوره اللي هتظهر لك لسه اللي هي هتاخد الميه من الاستومكسنج تانك تروح بيها للسيدمنتيشن زي ما انا مشاور لك كده، ازاي الميه هتمشي في الكلام ده؟ فرق الضغط الجاذبيه بالظبط. لان يا باشمهندس انا اتفقت معاك من الاول اتفاق ان انا هعمل الرابيد ميكسنج ده اعلى حاجه، وبعدين الوحدات اللي بعد كده في الارتفاع بتاعها هيبقى قليل عشان الميه تمشي اندر جرافيتي، تمشي من العالي للواطي، من العالي وهكذا. يعني الفرق المناسيب هنا هيولد ضغط يخلي الميه تمشي من واحده للثانيه. ها زي بالظبط لما ابقى عندي حنفيه في الشقه بتاعه الدور السادس مثلا وموصله بخرطوم، وماسك الخرطوم ده نزلت بيه فتحت الباب ونزلت بيه على السلم للشقه اللي تحت مني، هي ايه اللي خلى الميه تمشي؟ فرق المنسوب، انا جايب الميه من العالي للواطي. معايا كده يا شباب؟ الناس تخيلت ولا في مشكله لسه؟ لا تمام كده. طب نكمل الكلام. هنا انا في ورق الشرح اقول لك ايه البدالات وشكلها عامل ازاي والوضع بتاع كل بدال ورسمه كل بدال، نفس اللي احنا قلناه. فهتلاقيني انا فريت معاك ورق كتير في الشرح عشان برضو اللي كان بيسال عن الكم، كل اللي انا قعدت اقوله لك بالقلم ونرسمه مع بعض هم موجود عندك في الشرح، في ورق الشرح. معايا كده؟ معايا كده؟ شوف الناس فاهمه هنا. بس انا عايز اقول لك ايه، خد بالك من حاجه، واحنا بنشرح قلت لك ان اللي انا ببقى رسمه لك ده رسمه الاليفيجن. هو انا لو هبص في الخزان ده على البلان، هل هيبقى وضع البدلات هو في الاليفيجن هو في البلان، ولا البدلات وضعها هيتغير؟ هيتغير. وضع البدلات هيتغير، صح يا شباب ولا لا؟ لان احنا قلنا ان مسقط البدال نفسه بيتغير من اتجاه للتاني. طيب يبقى انا مهم جدا جدا ان انا دايما ابص في الرسم بتاع البلان، ده رقم واحد عشان وضع البدلات نفسه او عشان شكل البدلات. الحاجه الثانيه عشان احدد عدد البدلات في الصف الواحد. يعني بص المثال اللي انا هرسمه لك ده، باشمهندس ده شكل معنى الناس مسامحة الناس. انا واقف، انا واقف لحد ما الشاشة تظهر لك. ده رسمة الاليفيجن. ها ده رسمة الاليفيجن. هو انا يا شباب كده لو جيت ابص في البلان، لو جينا نرسم مع بعض بلان للكلام ده، البلان بتاعك هل هيبقى وضع البدلات ده ثابت فيه؟ هل وضع البدلات ده هيبقى ثابت فيه ولا هيتغير؟ هيتغير. خليني بس عشان حته المساقط، هو طبعا انت فهمتها، خليني ارسم بس البدلات كان كلها المسقط بتاعها شكل زائد عشان بس اختصارا للوقت يعني. ففي البلان هنا اللي هيظهر لك دلوقتي، البلان هنا كل وظيفته ان يحدد معاك عدد البدلات جوه الصفه الواحده. يبقى مهم جدا تاني لو جالي رسمة إليفيجن وربط معاها رسمة بلان، إن أنا أبص على البلان علشان أحدد منه عدد البدلات في الصف الواحد. يعني الخزان اللي قدامك ده فيه كام جي؟ جاوبني، فيه كام جي؟ تلاتة. الخزان اللي قدامك ده يا شباب فيه كام جي؟ جي واحد أكبر من جي اتنين، صح؟ أكبر من جي تلاتة. طب الجي الأولانية، أو الجزء الأول فيه كام بدال؟ لو أنا راسم لك الرسمة اللي قدامك دي وبس الإليفيجن، هتفهم من كده إن فيه كام بدال؟ لو الليفيجن هفهم بدال واحد. بدال واحد،
طالما انا لو حطيت لك فيه بلان، زودت لك بلان وبدات ارسم عدد من البدلات في الصفه الواحده، يبقى انت تقدر هنا تقول لي لا استنى بقى، ان الجي الواحده مش شرط يبقى فيها بدال واحد، ممكن يبقى فيها اكتر من بدال، وده اللي هيحددوا لي رسمه مين البلان زي ما ظهرت قدامك دلوقتي. صح ولا انا غلطان؟ يبقى هنا عندي جي واحد اكبر من جي اتنين اكبر من جي تلاته، بس البلان بيقول ان الجي واحد فيها كام بدال؟ اتنين. الناس معايا ولا يا شباب؟ معاك يا شمهندس. يبقى هنا الجي واحد فيها بدالين، الجي اتنين فيها بدالين، الجي تلاته فيها بدالين، وهكذا. مفهوم يا شباب كده ولا في مشكله لسه؟ انا باشمهندس. يبقى مهم ان انا لا حد بيسال؟ تمام يا ابو حميد. يبقى هنا مهم جدا ان انا اربط ما بين رسمه البلان ورسمه الاليفيشن. طب يا باشمهندس هنا انا برضه بقول لك كده وبحدد لك على ورق الشرح، لو انت معاك ملف البي دي اف على جنب وبتفر فيه الصفحه اللي هي رقم 14 مثلا، فملف البي دي اف على الصوره تظهر لك يعني. ها الصفحه رقم 14 هتلاقي فيها البدلات والابعاد بتاعه البدلات والزد هي فين والال داش والدي والكلام ده كله. برضه بقول لك في الصفحه رقم 15 ان يفضل او مش يفضل، ده لازم تصميميا اسيب مسافه خلوص او مسافه امان ما بين كل بدالين متتاليين او ما بين البدال وما بين حائط الخزان نفسه. يبقى تاني انا بسيب مسافه ما بين البدال وحائط الخزان نفسه او ما بين البدالين وبعضهم عشان ما يحصلش اي خط ما بين البدالات وبعضها او يحصل عندي مشكله في البدالات في حركتها. لما يبقى عندي اوضه كبيره وعايز احط فيها مروحتين، هلاقي احط المروحتين لازقين في بعض او جنب بعض ولا ببعدهم عشان الحركه بتاعتهم يبقى سلسه ومفيش اي مشاكل؟ هي نفس الفكره، المسافه دي الدكتور بيديها لك على الرسم او انت لو بتصمم الموضوع ده بتاخدها من 3/10 لنص، اللي هي المسافه ما بين البدالات وبعضها، ما بين انا اسف البدالات والخزان. طب ما بين البدالات وبعضها باخدها 2 اكس، يعني لو اكس عندي ب 3/10 اللي هي المسافه ما بين البدال وجدار الخزان نفسه، لا انا هاخد المسافه ما بين البدال والبدال 2 اكس 6/10 بس. ها الناس فاهمه ولا في مشكله؟ الناس معايا يا شباب ولا مش معايا؟ انا بقول لك انا في الصفحه رقم 15 عشان لو الصوره عندك واقفه ولسه ثابته. ده الصوره مظبوطه معاك يا شباب. طيب الصوره بتتحرك معاك يعني؟ اه بتتحرك. طيب تمام ماشي تمام. ارجع اكمل معاك برضو في حته ان انت في البلان لازم تحدد عدد البدالات في الصفه الواحده زي ما قلنا. طب نخش في التصميم بقى هندسه عشان نبدا نفهم احنا هنصمم خزان زي ده ازاي. لازم تبقى فاهم ان هيبقى معطى عندك حاجتين مهمين جدا او ثلاث ارقام، الكيو ديزاين لازم يديها لك، الزمن التي اللي احنا سميناه ايه يا شباب من الدرس اللي فات، مسميين الزمن اسمه ايه؟ بيجي يسميه اسم معين كده، بيسميه ايه ليك؟ ها بيسميه ليك يا شباب؟ ريتينشن تايم. الناس مش معايا ولا ايه يا شباب؟ لا معاك يا باشمهندس. طيب ما بتردوش عليا ليه؟ انا بقول لك الزمن بيجي يقول لك ايه اسم الزمن ده اسمه ايه في المساله؟ ريتينشن تايم او ديتينشن تايم. احنا قلنا الكلام ده من المره اللي فاتت، فاحنا قلنا كمان برضو في وقتها ان الرابيد ميكسنج زمنه بالكتير خالص دقيقه وهو كده كده هيديهولك، انما انا هنا زمن السلو ميكسنج ممكن يوصل لنص ساعه 30 دقيقه. الجي سرعه التقليب قلنا هناك قيمتها كبيره من 700 ل 1000، انما هنا بتبقى من 20 ل 100. معايا كده؟ طيب برضو من ضمن الحاجات اللي انا هبدا اصمم او خطوات التصميم لازم تبقى فاهمها ماشيه ازاي، اهو انا هكتبها لك حتى، تصميم السلو ميكسنج تانك. انا عارف ان الكي ديزاين رقم نقطه معايا والزمن رقم نقطه معايا، صح كده؟ والجي بيديهالي، صح كده؟ لا احيانا بيديني رقم اسمه جي تي فاليو. احيانا بيديني رقم اسمه جي تي فاليو. ايه جي تي فاليو ده؟ ده عباره عن رقم يعبر عن حاصل ضرب الجي في التي، وهو رقم بدون وحده. يبقى احيانا لو ما ادانيش قيمه الجي اللي انا عاملها لك في المستطيل قدامك دي بيديني حاجه اسمها الجي تي فاليو، وعلى فكره ساعات لو ما ادانيش ساعات بيطلبها
بيجي يقول لك ديترماين الجي تي فاليو. يبقى الجي تي فاليو ده عباره عن حاصل ضرب مين؟ حاصل ضرب سرعه الدوران او التقليب اللي هي الجي تي الجي يعني في الزمن، هو رقم بدون وحده. طيب يا باشمهندس انا عشان اصمم بقى اول حاجه بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب الفوليوم بتاعه التانك واحولها لدايمنشن ابعاد. يبقى انا اول حاجه هشتغل على الخزان واجيب ابعاده ال والدي والبي وكمان البدلات اللي هي ال داش والدي، يبقى دول لازم يبقوا معايا. ها وركز ان المساله لو جت مرسومه هيبقى في ابعاد مدياني على الرسم عشان حضرتك ما تروحش تفرط حاجه وتلاقيها اصلا كانت عندك فالدكتور يعمل لك غلط، لان الناس ساعات لما ما بتركزش في الرسم بتقعد تفرط من دماغها وتيجي تتفاجئ لما تطلع من الامتحان، الله هو انا ليه فرطت الطول ده كان مديهولي، وانا ليه فرطت الدبس ده كان مديهولي. فركز في اللي هو بيديهولك. ها تاني خطوه هجيب حاجه اسمها الاريا بدال او بيسميها البدال كونفيجريشن. اللي المقصود بيها المساحة السطحية للبدلات. يعني ايه؟ بص يا باشمهندس احنا من شوية رسمنا صورة للبدلات، البدلات الرسمة بتاعتها اللي هي الايزومتري، وعرفت ان هي عبارة عن لوحين متعامدين وعليهم ريش. انا هنا في الاريا بدال دي اللي هي قدامك دي اللي هي المساحة السطحية للبدلات دي، عايز اعمل ايه؟ انا عايز احسب يا باشمهندس المساحه السطحيه للريش اللي موجوده في البدال الواحد في الصفه الواحده. فبالتالي الاريا بدال دي هتساوي ايه؟ مساحه السطحيه للبدال الواحد عدد البدالات. الله يفتح عليك. الطول بتاع البدال، الطول بتاع الريشه اللي هو اسمه ايه؟ سميناه رمز اسمه ايه يا شباب؟ رد عليا هندسه. ها ادينا له رمز ايه؟ اللي داش. اللي ده الله يفتح عليك، كنت خايف حد يجاوب غلط. اضربها في مين؟ اللي داش دي اضربها في مين؟ في الزد. الزد عرض الريشه. حلو جدا. يبقى اللي داش في الزد دي في ما الان داش والان هي عباره عن ايه بقى؟ الان داش دي عباره عن عدد الريش اللي موجوده في البدال الواحد. يعني هنا عندي كام ريشه؟ الان داش هنا في البدالات عباره عن كام ريشه؟ هنا فين؟ عباره اني رسمه هي لسه ما ظهرتش. هنا الان داش دي عباره عن كام ريشه؟ معلش انا اسف يا شباب. الان داش دي عباره عن كام ريشه؟ عباره عن اربعه. طب لو في رسمه ثانيه يا باشمهندسين رسم لي الرسمه دي وثواني على ما تظهر لك برضو. مش الان داش لريشه واحده يا باشمهندس بس نضربها في اربعه لان عددهم اربعه يعني. ايه ايه اللي داش دي بتاعت ريشه واحده بس نضربهم في اربعه لان عدد الريش في ال بص هندسه اللي داش دي عباره عن ريشه واحده لما اضربها في زد يبقى انا كده جبت مساحه مين؟ مستطيل. المساحه السطحيه ريشه واحده مساحه مستطيل يعني صح ولا لا؟ طوله في عرضه اضربها في كام؟ في اربعه. او لو اداني الرسمه الثانيه اللي قدامك دي ظهرت ولا لسه؟ مديني رسمه ريش عليها او مديني رسمه الواح عليها 8 ريش. يبقى الان داش هنا بكام؟ 8 اهي الرسمه اللي قدامك دي الان داش فيها بكام؟ 8 بس انا سامحها يا استغربت بس اللي داش لا لا انا اسف لا لا ان داش انا اسف صح كلامك يعني بس ان داش يبقى في العموم خالص الان داش دي بتتاخد بكام على طول؟ باربعه على طول الا لو رسمني الرسمه اللي قدامك دي الا لو رسم لي الرسمه اللي قدامك دي اخدها بكام؟ ب 8. لحد هنا الناس فاهمه؟ طيب يا باشمهندس ايه بقى حكايه ال ان اللي متبقيه دي بقى؟ ايه حكايه ال ان اللي متبقيه؟ عدد البدلات بقى. الله يفتح عليك يا هندسه. ال ان دي هتبقى عباره عن عدد البدلات في الصفه الواحده او في الجزء اللي ليه جي صح ولا لا؟ اللي يجي منين لو انت جدع؟ اللي يقول لك الرقم ده على طول؟ اللي يبينه لك؟ الله يفتح عليك. بس الناس كده معايا وفاهمه ومركزه. يبقى تاني خطوه بحسب حاجه اسمها الاريا بدال اللي هي المقصود بيها المساحه السطحيه للبدالات، عباره عن مساحه الريشه الواحده اللي داش في زد. بس اضربها لي بقى، اضربها لي في كام ريشه عندك في البدال الواحد؟ يا اربعه يا ثمانيه.
طب عدد البدلات في الصفه الواحده هجيبها من البلان. طب لو مش مديني بلان في الرسمه هعتبر ان الان ده بكام؟ بواحد. ان انا عندي بدال واحد ده لو مش مديني رسمه البلان يعني. مفهوم ولا مش مفهوم يا شباب؟ مفهوم مفهوم. طيب ثالث خطوه بحسب الباور. الباور هيتحسب لكل جزء. باشمهندس الباور هنا رسمه البلان احسب الان ولا الان ده شايل بواحد؟ ايه تاني كده؟ تاني يا محمد؟ لو مش مديني رسمه البلان انهي اللي بتبقى بواحد افرضها؟ ان 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 اللي هي عدد البدلات في الصفه الواحده. تمام. انا كاتبها لك ايه؟ هي مش الصوره قدامكم ان عليها دايره وكاتب لك تحتها ايه؟ عدد البدلات في الصفه او الجي الجزء اللي ثابت لي جي يعني. ها؟ تمام كده زكي؟ تمام. طيب تمام يا رجاله. ثالث قانون عوض فيه عشان نقفل المساله قانون الباور القدره. الله ده تشبه يا باشمهندس مساله الرابد. ما انا في الرابد فعلا كنت بعمل كده بجيب ابعاد وبطير احسب على طول مين الباور. هي بس يمكن اللي زاد هنا ان انا دخلت صممت الريش بس ده الفرق. انما الباور هيتحسب بنفس الطريقه البي ان بيساوي الميو ها في الفي داش في جي ان تربيع. حد يجاوبني بقى هو القانون ده يا شباب اللي هو عباره عن البي بيساوي الميو في الفي في الجي الجي تربيع ده نفس القانون اللي اديناه في الرابد ميكس ولا مش نفسه؟ لا نفسه هو نفسه هو نفسه هو نفسه هو نفسه هو باختلاف بسيط انا هقوله لك يا بس هو نفس القانون. يبقى نفس القانون هناك هو هو هنا. بس سؤالي بقى سؤالي هنا ليك هي ايه الاول الميو اللي في القانون دي؟ الفيسكوستي تقريبا اه الفيسكوستي اللزوجه ومعطى ليك كلام جميل جدا. ليه انا حطيت بي ان وجي ان؟ ايه ان هنا بتدي ايه او هي بتقول لك ايه الان دي؟ يعني ريشه واحده او عدد الوقت في الصف؟ لا لا ريشه واحده ايه هتزعلني منك ليه؟ مش قصدي يعني مواتير عدد البدلات بدلات عدد لا لا يا ناس لكل جزء مش احنا اتفقنا ده انا عمال بتقل لك تحتها اهو بس هي انا فاكر لسه ما ظهرتش عندك في الشاشه. مش احنا اتفقنا بص ايوه بص مش احنا اتفقنا ان في امثله هيبقى فيها بدلين اتنين في امثله هيبقى فيها اكتر من بدلين اهو زي اللي تحت انا رسمهم لك ده في الرسمه اللي على الشمال. المثال اللي على الشمال اللي ظهر لك ده عندي كام جي؟ لسه ما ظهرتش. لا هي ظهرت هو تقريبا خلص. المثال اللي على الشمال هي لو كان اعتبرها زي بدله بدله عندي كام جي؟ جي ان اتنين جي واحد وجي اتنين. يبقى انا قدام جي واحد وجي اتنين دول هحسب ايه؟ بي واحد وبي اتنين الاولى والباور الثانيه. الله يفتح عليك هحسب بي واحد وبي اتنين. انا معلش الماتور الواحد بس عرفتش اوصل المعلومه. لا تمام انا على فكره فهمت ان انت جبت صح بس انا كنت هعمل كده. انا مش خد بالك انا ما عملتش كده عشان انت قلت انت قلت صح بس انا كنت هعمل كده عشان اوضح للناس يعني. تمام كده يا شباب. يبقى انا هنا عندي في المثال اللي على الشمال اللي لسه ما اكتملش رسمته قدامك دي جي واحد اكبر من الجي ايه؟ ب 2 وبالتالي يبقى برضو البي واحد اكبر من مين؟ ب 2. كلام جميل. طب المثال اللي على اليمين عندي فيه كام جي؟ 3. الله يفتح عليك. ايه هم قول لي كمل. ها جي واحد اكبر اكبر من جي 2 اكبر من جي 3. الله يفتح عليك. وبالتالي يبقى برضو بي واحد اكبر من بي 2 من بي 3. هنا بقى ده السبب اللي خلاني اقول لك هي ليه بي ان وليه اسمها جي ان. فهمنا قصه الان هنا ولا مش مفهومه؟ تمام. سلمي ومحمد زكي وبقيه الشباب. ايوه تمام. الناس معايا؟ الناس فاهمه؟ معاك يا باشمهندس. طيب كلام جميل. يبقى هنا زي ما في تدرج في الجي هيبقى في تدرج في الباور. طيب والمليو عندنا ايه هي بقى الفي داش دي بقى؟ ها ايه هي قصه الفي داش دي؟ سرعه تقريبا المماسيه لل لا 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 الفي هناك الفي هناك كانت عباره عن ايه يا هندسه؟ الفي هناك كانت يا زكي عباره عن ايه؟ في درس الرابد ميكس كان عباره عن الفوليوم. الله يفتح عليك. هنا برضه الفي داش دي عباره عن الفوليوم بس الفوليوم لمين؟ لكل صف برضه. الله يفتح عليك. هنا هيبقى عباره عن الفوليوم لكل صفه ليها جي ثابته. صح يا رجاله؟ يعني جاوبني كده في المثال اللي على ايدك الشمال الفي داش دي بتساوي ايه؟ هتساوي 3 من 10 و3 من 10 والديب.
مضروبه بقى في ال ال ايه 3 من 10 دي؟ قصدي السبيس يعني اللي هي ما بين البليد والبليد. لا يعني يا سيدي اللي هي مثلا فوليوم، الفوليوم بتاع الخزان الواحد على مقسوم على كام؟ ايه على في الشمال ده يبقى على 2 على عدد الصفوف على 2. الله يفتح عليك. شوف هو قال ايه اللي على الشمال ده على 2. طب لو انا بقول لك الجي داش للجزء اللي على اليمين او للمثال اللي على اليمين 3 يبقى 3. الله يفتح عليك. يبقى الفي داش لو عايزين نكتب لها قانون تعرف تكتب عندك في الورق، وهي مكتوبه عندك على فكره، هي مكتوبه عندك في ورق الشرح. الفي داش دي هتبقى عباره عن حجم الخزان الواحد الفي بتاع الوان تانك على مين؟ على نمبر اوبجي. على نمبر اوبجي. هي الصوره ظاهره عندكم ولا الصوره متاخره لسه؟ متاخره. تمام. يبقى الفي داش دي هتبقى عباره عن فوليوم اوف وان تانك، الفوليوم اوف وان تانك على نمبر اوبجي، على عدد الجهات، على عدد الجهات. اشوف بقى المساله عندي جهين، اثنين، ثلاث جهات، اربعه، على حسب. ها الناس فاهمه يا شباب؟ تمام زي الفل يا باشمهندس. اخر كلام جميل. اخر ربع ساعه او اخر 10 دقائق محتاجك بقى مركز معايا فيهم، لان اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص ركز بقى معايا. بس كده انا خلصت تصميم الخزان. ليه؟ حسبت الدايمنشن، حسبت الباور، حسبت الاريا بداية، صح كده؟ ركز بقى معايا. بص يا شباب، مش دي مواتير متصله او مش دي بدلات متصله بمواتير بتحركها بسرعات، صح ولا لا؟ جاوبني. انا خد بالك الشاشه ثابته، الشاشة ثابتة عشان بس ما يقولش الشاشة يعني كده كده. الشاشة اللي عندي هي اللي عندك، بس الناس مركزة معايا في الفويس. ها كل واحد ليه مطور تصريح. ايوه تاني، احنا اتفقنا ان احنا هنعمل هنصمم ميكانيكال سلو ميكسنج تانك، خزانات ميكانيكية. يعني الخزان الواحد هيبقى فيه اكتر من بدال، كل بدال متصل بموتور بيدوره بسرعة معينة، صح ولا لا؟ بتعمل سرعه تقليب معينه. ما هو ايه اللي هيخلي الجي 1 اكبر من الجي 2 اكبر من الجي 3 اكبر من الجي 10؟ ايه اللي بيخلي الكلام ده يحصل؟ ان سرعه الدوران نفسه اللي طالعه من الموتور الاكس نفسها مالها مختلفه. مختلفه يعني يا باشمهندس، انا لما يبقى عندي مثلا يعني في القاعه اللي في الكليه، القاعه اللي بيبقى فيها اربع مراوح، ممكن اشغل مروحه على سرعه 1، ناس تانية تبقى سقعانة أخليها المروحة على سرعة 3، ناس تانية مش عايزين المروحة أصلا تشتغل فوقيهم فأبقى طفيها، وهكذا، صح ولا أنا غلطان؟ ها؟ صح ولا لا يا شباب؟ صح يا باشمهندس. يعني أنا هنا ممكن أعمل تحكم في السرعات ما بين كل واحدة والتانية، مفهوم كده؟ طيب ده رقم واحد. خد بالك أنا هبدأ أناهد معاك كده شوية حاجات، فركز معايا بقى. عندي حاجة اسمها الـ V2B، سرعة البدلات الحقيقية. وطالما بقول الحقيقية يعني فين؟ في الهواء. الله، براحة يا باشمهندس كده. هو انا اسألك سؤال، هو لو انا بقول لك المروحة اللي فوقك دي يا هندسة بندورها، المروحة اللي فوقك دي يا شباب، المروحة اللي فوقك في الأوضة اللي أنت فيه بشغلها دلوقتي هتدور بسرعة معينة، طب أنا لو جيت شلتها وحطيتها في مية هل هتدور بنفس السرعة؟ لا، المايه دي مقاومه. لا هتبقى في مقاومه. طب انا لو جيت شلتها وحطيتها في زيت او في عسل هل هتدور بنفس السرعه برضو؟ لا والدك العسل بالسكوت. الله يفتح عليك. اللزوجه عندي بتتغير والوسط بيتغير فبيؤثر في سرعه الدوران يا هندسه، فتفضل السرعه الحقيقيه دي مين؟ سرعه البدلات فين؟ في الهواء. في الهواء زي ما انا كاتب لك، عشان كده كتبت لك اسمها في ترو. شايف كلمه التي دي؟ ها شايف كلمة التي اللي أنا حاططها لك دي؟ في ترو. البي اللي كابيتال اللي قدامك دي أو البي التقيلة اللي قدامك دي اختصار لكلمة بدال. ها معايا؟ يبقى في ترو السرعة الحقيقية، يبقى دي السرعة الحقيقية للبدالات، بس فين؟ متقاسة فين يا شباب؟ في الهواء. طيب لو أنا جيت قلت لك الفي بي بس هتبقى عبارة عن سرعة أو السرعة، أنا آسف، السرعة النسبية للبدلات فين بقى؟ ها لو انا جيت قلت لك انا بتكلم عن السرعة النسبية الحقيقية، اكيد انا بتكلم عن الوسط اللي انا فيه اللي هو مين؟ المية. اللي هو المية. المية. اشوف الفرق ما بين دي ودي حرف التي،
فركز في اللي هو بيديها لك، هل بيديها لك ترو سرعه حقيقيه في الهواء ولا بي على طول وتبقى سرعه نسبيه؟ ايه العلاقه ما بين الاثنين يا هندسه زي ما الدكتور قالها لك؟ نسبه من الثانيه قد ايه يعني؟ الفي ترو الفي السرعه النسبيه تبقى اكبر ولا اقل من السرعه الحقيقيه؟ السرعه النسبيه اقل ولا اكبر؟ اقل عشان دي في المايك. الله يفتح عليك، يبقى فعلا فعلا بالعقل خالص كده يا باشمهندس وبالمنطق، سرعه الدوران النسبيه اللي هي الفي بي اقل من السرعه الحقيقيه اللي هي في 2 بي، وهي بالتالي بناخدها 3 ارباع او 75% منها. الناس اتفقت ان بتاخدها 75% منها. ها مفهوم كده يا شباب؟ ده رقم 2، ده كده رقم 2. رقم 3 بص بقى معايا، مسائل السلو ميكسنج كلها يا شباب تنقسم لجزئين. معايا يا شباب؟ مروان الصوت معايا يا شباب؟ لما مسائل السلو ميكسنج كلها بتنقسم جزئين. الناس تركز بقى معايا يا شباب في الحته دي قوي عشان دي هتريحنا المره الجايه واحنا بنيجي نحل المسائل. ها اما ان يديني الزد ثابته للمساله كلها، او ويبقى ساعتها انا اسف انا لسه في نفس الحاله، لسه في نفس الحاله، الحاله الاولانيه الزد ثابته للمساله كلها، يعني يبقى ساعتها السرعه النسبيه والسرعه الحقيقيه ومعاهم حاجه اسمها اوميجا متغير او متغيرين. الصوره ظهرت لك ولا لسه يا شباب؟ الو باشمهندسين مع حضرتك يا باشمهندس. طب الناس تجاوبني معايا، ماشي الناس تجاوبني. ها ما هي مسائل عندنا الزد، بقول لك ان الزد كلها ثابته، دي الحاله الاولانيه، يعني يجي يديني مساله ويجي يقول لي ان الزد للمساله كلها ثابته وليكن مثلا 10 سم عرض الريش في كل الاجزاء كلها 10 سم، تفهم من كده وتستنتج مع نفسك ان مين اللي هيبقى متغير؟ السرعات. اللي هي مين؟ السرعه النسبيه والحقيقيه ومعاهم حاجه اسمها اوميجا، دي اول حاله. او ان يديني السرعه النسبيه او السرعه الحقيقيه او الاوميجا ثابتين، فيبقى هنا اذا مين المتغير؟ الزد. الحاله الثانيه الزد. يبقى مسائل السلو ميكسنج ركز بقى معايا هندسه، لان انا تاني بكررها لك المره الثالثه، المساله الوحيده اللي محتاجه منك تفكير وتركيز وانت بتحلها هي مساله السلو ميكسنج تانك. المساله دي لخصناها مع بعض اهو لحالتين ما لهمش ثالث. اول حاله ان يديني مساله الزد كلها ثابته للمساله، فافهم من كده ان الفي هتبقى متغيره، ودي الفي بحالتها اللي هي سواء نسبيه او حقيقيه او اوميجا، او ان انا ابقى قدام مساله، ها ابقى قدام مساله ثانيه نوع ثاني يعني يديني فيه السرعه النسبيه للمساله كلها ثابته. طب معلش مع احترامي، يعني ايه السرعه النسبيه كلها للمساله ثابته؟ يعني الحقيقيه كلها برضو مالها؟ جاوبني يا هندسه. ثابته برضك يا باشمهندس. ثابته برضو، لاني الله يفتح عليك، لانها نسبه منها، يعني الاوميجا برضو مالها؟ ثابته برضو يا هندسه. يبقى مش لازم يقول لك الثلاثه ثابتين على فكره، هو ممكن يقول لك حاجه واحده بس اللي ثابته، فتفهم من كده ان طالما حاجه واحده ثابته ان يبقى معنى كده ان الاثنين التانيين ثابتين معاه، اللي هم السرعه الثانيه والاوميجا. ويبقى مين اللي متغير بقى ساعتها؟ الزد. الزد او الاريا بدال برضو على فكره، لان في حد جاوبني قال لي الاريا بدال. ها او الاريا بدال صح كده؟ طب يا باشمهندس ما تيجي ترسم لنا رسمه بالله عليك عشان نفهم القصه دي برضو. بص كده يا هندسه، انا قدام حالتين اهو، ادي اول مساله قال لي ان الزد ثابته في المساله دي، هي لسه هتظهر لك معلش. اهو انا همسحها واعملها لك تاني. تاني يا شباب، اهو انا قدام مساله قال لي ان الزد بتساوي 15 سنتي، ورسم المساله في الامتحان ليا كده بالشكل ده. ها الصوره ظهرت قدام الناس ولا لسه؟ ظهرت تمام. ظهر ايوه. حلو. قول لي بقى كده ايه اللي انت تستنتجه من هنا كده يا شباب؟ ها اول حاجه، ها متعودين نقول ايه؟ ثلاث بدلات في صف واحد. الله يفتح عليك. لا ثلاث بدلات او ثلاث مراحل،
ما تخليهاش بقى ثلاث بدلات، خليها ثلاث مراحل، لان المرحله الواحده ممكن يبقى فيها اكثر من بدال. يبقى انا اول حاجه اتعودت ان انا اقولها بعد ما اشوف مساله او رسمه مساله السلو ميكسنج هندسه، احدد عدد المراحل. هنا حددت ان هم ثلاث مراحل، فحددت ان جي 1 اكبر من جي 2 اكبر من جي ايه؟ جي 3. الناس معايا يا شباب؟ جميل. ويبقى البي 1 اكبر من البي 2 اكبر برضو من مين؟ من مين؟ من البي 3. حلو. طب ايه اخبار الزد؟ هل اقول زد 1 اكبر من 2 اكبر من 3؟ ازاي يا باشمهندس؟ ما هو قايل لي على راس المساله ان الزد بتساوي 15 من 100. يبقى معنى كده ان طالما ما حددتش هي زد 1 ولا 2 ولا 3 هعتبرها ان هي زد ثابته. يبقى هنا الزد ثابته، يبقى مين اللي هيتغير بقى؟ السرعات. السرعات الفي ترو بدال 1 اكبر من الفي ترو 2 اكبر من الفي ترو مالها؟ اكبر من الفي ترو 3. يعني السرعه الحقيقيه للجزء الاول اكبر من الجزء الثاني اكبر من الجزء الثالث. يعني برضو السرعه النسبيه للجزء الاول اكبر من الجزء الثاني اكبر من الجزء الثالث. يعني الاوميجا للجزء الاولاني اكبر من الثاني اكبر من الثالث. حد عنده لحد هنا مشكله في الحل او في ان احنا نقسم ونصنف المساله مين اللي ثابت فيها ومين المتغير؟ لا تمام قوي. حلو. دي الحاله الاولانيه، ده المثال الاولاني اهو على ما الصفحه بس تكمل، لان انا كتبت اوميجا ولسه ما ظهرتش عندك. ولا ظاهره اوميجا 1 اكبر من اوميجا 2 اكبر من اوميجا 3؟ لا لا، مين بس اللي ظاهر بس؟ تمام الاوميجات لسه. طيب حد عنده سؤال هنا تاني؟ طب يا شباب ده المثال الاولاني. المثال الثاني بقى، انا خلاص المثال ده انا اديته، المثال اللي قدامنا ده خلاص اديناه اهو، خلصنا منه. الاوميجا 1 اكبر من اوميجا 2 اكبر من اوميجا 3 ظهرت قدامك، صح كده؟ المثال الثاني بقى، بص انا في مساله قال لي ان الفيترو للبدال كانت ب 1 متر على الثانيه، ورسم لي برضو مساله فيها بدالين. ها قول لي كده، انا هنا قدام مساله هي لسه ما ظهرتلكش، قدام مثال تاني قال لي فيه ان الفيترو بواحد متر على الثانيه، الفيترو بدال بواحد متر على الثانيه، ورسم ورسم خزان فيه بدالين اتنين او فيه جزئين اتنين او مرحلتين اتنين. افهم من كده سيستماتيك بقى هندسه، ها اول حاجه طالما جزئين اتنين يبقى ايه؟ هو جزئين اتنين يا شباب، يبقى جي واحد اكبر من جي اتنين. الصوره قدامكم اكيد، ها ويبقى البي واحد اكبر برضه من بي 2، صح ولا لا؟ هل ينفع اكمل واقول الفيترو 1 اكبر من الفيترو 2؟ ولا طالما الفيترو ثابته تبقى الفي بي النسبيه ثابته، تبقى الاوميجا كمان هي كمان السرعه الزاويه تبقى ثابته؟ ايوه الثلاثه يبقوا ثابتين. حلو. يبقى مين المتغير يا ريس اللي كان بيجاوب معايا؟ الزد. محمد الشرشابي. يبقى مين؟ الزد. يبقى الزد اللي بتتغير، يبقى زد 1 اكبر من زد 2 اكبر، ويبقى برضه الايه بدال 1 اكبر من الايه؟ الايه بدال 2. ظهرت ولا لسه يا شباب؟ معلش للاسف الشاشه متاخره جامد. ها يبقى الزد 1 اكبر من الزد 2، ويبقى الايه بدال 1 اكبر من الايه بدال 2. واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه يا باشمهندس. ظهرت ليك ولا لسه؟ ايوه ظهرت. ها ظهر للناس يا شباب؟ ظهر للناس؟ طيب يبقى دول الحالتين اللي ما لهمش تالت في مسائل السلو ميكسنج كلها. اي مساله لو فرضت في الامتحانات من 20 سنه ورا ما لهمش. انت لازم تقرا المساله. بص هندسه في مساله السلو ميكسنج لازم تقرا المساله كويس جدا، لازم تفهم مين اللي ثابت عشان تحدد مين اللي هيتغير. ها لازم تحدد ايه هي المراحل بتاعه الجي اللي عندك معايا كده عشان تحدد كام جي عندك في المساله، ولازم تشتغل. طب بص يا باشمهندس، قانون الباء هو الفي دي هتيجي منين بقى؟ السرعه النسبيه او الحقيقيه او الكلام ده كله هيجي منين؟ عندي قانون اخر للقدره في الدرس ده هزوده، بيقول ان البي ان بيساوي نص سي دي فروتر في اريا بدال في الفي بي تكعيب. بالراحه بقى، ده قانون تاني
بس طويل شويه وهيدولك في الامتحان مش هتحفظه. بيقول ان نص سي دي ده معامل بواحد وثمانية من عشرة. الدكتور اداكوا قيمته. الروتر مالها؟ نقطة ولا مش نقطة؟ نقطة. يبقى مين اللي متغير في القانون ده؟ الفي بي. لا الشرط. لا انت لو انت ناصح تجاوبني اجابة احسن من كده. تقول لي يا الاريا بدال يا الفي بي. على حسب نوع المسألة مين اللي ثابت فيها ومين اللي بيتغير. اوعى تتسرع يا هندسة. بالله عليكم. ها. يبقى انا عشان هنا سميت البي ام عشان هي بتتغير من جزء للتاني للتالت. ابدا اشوف هي دي اللي هتبقى متغيره الاريا بدال ولا الفي بي. انت فاهمني؟ والله لو الاريا بدال ده ثابت يبقى مين اللي متغير؟ الفي بي. هحسبها مره وثلاثه واربعه وعلى حسب المساله كام جزء. صح ولا لا؟ صح. والعكس لو الاريا بدال هي اللي متغيره يبقى الفي بي دي مالها؟ ثابتة وتتحط قيمتها مرة واحدة. بس فاهمة ولا في لسه مشكلة؟ أصلي تمام مش أمس. الصورة قدامكم واضحة. أنا كاتب تحت الأريا بدال ثابتة. هي في أريا بدال بس ما فيش كلمة ثابتة. هي معلش موضوع الشاشة اللي أنا لازم أحله على السكشن الجاي بس والله صدقوني هو الظاهر اللي علاقة بالنت يعني. واكيد يا باشمهندس عشان نوصل من فيه ديتا يعني اكيد هي اللي بتعمل الحركات دي. والله بجد حاجه صعبه. تمام يا شباب. يبقى انا لازم اركز ان البي ام ده يبقى برقم بيتغير من جزء للتاني للتالت. الرقم ده مين اللي هيخلي قدامه على الرايت سايد او على الطرف الايمن من المعادله مين اللي بيتغير؟ النص ده ثابت. السي دي ثابت بواحد وثمانية من عشرة. الروتر هي ثابته. الاريا بدال لا استنى هبدا اركز بقى. الاريا بدال ثابته يعني مين اللي ثابت؟ ها يعني الزد هي اللي ايه اللي ثابته. الله يفتح عليك. ولا ويبقى المتغير الفي بي ولا العكس الفي بي هي اللي تبقى ثابته وتبقى الاريا بدال متغيره. وابدا احسب اريا بدال 1 و2 و3. الناس فاهمه ولا يا شباب؟ معاك يا باشمهندس. فاهمين كده يا شباب؟ طيب انا كده اعتقد خلصت الشرح كله. احنا هنبتدي المره الجايه بمسائل. هنبتدي على طول بالمسائل المره الجايه دي اللي انا هحددها بعد اذنكم مع مندوب السكشن اللي هو هيبقى يا 2 يا 3 يا 4. مش هتاخر عن الاربع عشان عارف ان انتوا عندكم ميد ترم الاسبوع اللي جاي. اول ماده يوم الاحد صح؟ اه الاحد. انا كنت مفكرها السبت. طب كويس ماشي. يبقى هيبقى يا 2 يا 3 يا 4 هحدده مع محمد في ساعه كده احنا نبقى مثلا متفقين فيها كلنا معايا كده شباب ونبدا نحدد عشان نبدا نحل على الاستو ميكسنج افكار على طول. تمام كده. طيب انت لو فردت الورق كتير يا باشمهندس ما هو خد بالك اللي انا شرحته كله وكل رغي اللي انا قلته والكلام من الصداع اللي انا عملته لك ده كله موجود عندك في الورق اللي هي ابعاد البدلات الرسم بتاع البدلات من مسقط للتاني عدد الان الان داش 4 او 8. الصوره عندك بتتقلب ولا ثابته؟ بتتقلب. معايا القانونين بتوع الباور زي ما انت شايف القانون ده بيطلع بالواط. معايا كده اهي مديك الحالات. لو الاريا بدال ثابته يبقى الزد هي اللي ثابته يبقى مين اللي بيتغير والعكس. معايا كده يعني في الورقه هتلاقي كل اللي انا قلته. اخر حاجه بس انا ما قلتهاش حاجه اسمها الاوميجا. حتى كنت مستني حد يسالني عنها. ايه هي الاوميجا يا باشمهندس اللي عمال بتقول لنا عنها دي؟ ها ايه هي الاوميجا يا شباب؟ الاوميجا دي يا شباب عباره عن حاجه اسمها السرعه الزاويه. بص يا باشمهندس بص اي حاجه بتتحرك بموتور ليها حاجه اسمها سرعه زاويه. انت عندك في عربيتك لما تيجي تسخنها الصبح كده او تبص في التابلو بتاعك هتلاقي في حاجه اسمها عداد الار بي ام. عداد مين؟ عداد سرعه اللي هو بيطلع عدد اللفات اللي بتطلع. انت ممكن تبقى العربيه ثابته ومنورها وعمال تدوس بنزين وصوت العربيه بيعلى والرقم اللي قدامك بيزيد او المؤشر بيزيد لان الموتور ثابت بس عدد اللفات عمال ماله بيزيد. صح كده؟ هي حاجه شبه كده. فعندي حاجه اسمها اوميجا اللي هي عباره عن قانونها ثابت ولازم تحفظه. القانون ده انت بتحفظه مش بيديهولك. عباره عن الفي 2 على الباي في الدي. ده يطلع لي القانون الناتج لفه في الثانيه. معايا؟ طب انا لو هقول الفي في 60 على باي في دي طلعها لي لفه في ايه؟ في الدقيقه. الناس فاهمه يا شباب؟ وخد بالك الناس معايا يا شباب ولا مش معايا ولا الناس فصلت؟ انا خلاص انا هسيبك انا خلصت اصلا.
بس الناس تركز معايا بس لحظة. ها معاك يا باشمهندس. معايا شباب، لو الفي ثابتة والفي النسبية والحقيقية ثابتة، يبقى معناها الأوميجا هي كمان مالها ثابتة. ثابتة برضه. الله يفتح عليك. طيب وده وفي الحالة دي مين اللي بيتغير بالمناسبة؟ الاريا بدل. لا الزد. ايوه صح صح، الاريا بدل او الزد. طيب لو انا عندي الفي النسبية متغيرة، يبقى مين كمان معاها متغير مع النسبية؟ الحقيقية والأوميجا. وكمان معاها الأوميجا، ويبقى مين اللي ثابت؟ الزد. الزد او الاريا بدل. اهي واضحة قدامكم كده شباب؟ نطبق بقى بمسألة المرة الجاية بأفكار كمان. ماشي، انا ثانية واحدة بس قبل ما انتوا تمشوا هاخد الغياب. معلش ثانية واحدة هاخد الغياب.